دخلت حكمة كرة السلة فاطمة المتوج تاريخ الرياضة البحرينية من أوسع أبوابه حينما أصبحت أول حكمة في تاريخ كرة السلة البحرينية تحصل على الشارة الدولية بعد أن اجتازت كل الإجراءات والاختبارات اللازمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة. التمرس في لعب كرة السلة ومعرفة قوانينها يقود فاطمة المتوج إلى التشبث بصافرتها لتحكيم المباريات وحصولها على الشارة الدولية، حلم رافقه العديد من الأهداف والطموحات. ففي كل مباراة تقوم فاطمة بتحكيمها تتسع من خلالها دائرة التحدي لتثبت أن الرياضة بكل مجالاتها لم تعد حكرا على الرجال فقط، بل باتت المرأة البحرينية تبرع فيها وبكل جدارة. بديت ألعب كرة سلة في سن صغير، التحقت بنادي الأهلي والنادي النجمة، بعدها دخلت كورس تحكيم اللي هو دورة تحكيم أقامها الاتحاد البحريني في 2015. كان بس مجرد إنه حق إنه أتعلم أكثر والاستفادة أكثر، بس الموضوع شدني بعد الدورة، خصوصا إنه أنا اجتزت هاي الدورة، فشفت ان سلك التحكيم ان مستقبلي افضل بيكون فيه من اللعب. حصول فاطمة المتوج على الشارة الدولية لم يكن محض صدفة، بل رافقه تدريب مسبق وجهود مضاعفة واجتياز لكل الإجراءات والاختبارات اللازمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا. ثلاث سنوات كانت فترة صعبة، إن أنا كنت فترة تدريب، فترة تطوير، أتعلم أكثر، فما كان شيء سهل. تمارين لياقة بفضل لجنة الحكام، بفضل أهلي، أنا قدرت إن أنا أحقق هاي الهدف وأحصل على الشارة الدولية. مملكة البحرين لها دور فعال في اكتشاف المواهب وصقل المواهب، خصوصاً في بناء قاعدة أساسية من طلاب المدارس. اليوم أنا كخريجة تربية رياضية حابة أن أنا ألتحق بالسلك التعليمي، خصوصاً عشان أصقل وأن أبين لهم أنا خبراتي واللي أنا تعلمته خلال كل هاي السنوات، عشان أنا أعطيه حق هاي الطلبة. طموحاتي المستقبلية أن أنا أمثل وأشرف مملكة البحرين الغالية في البطولات العالمية، وأتمنى أن أنا أكون في بطولة نهائي سيدات في كرة السلة. لمملكة البحرين جهود واضحة في دعم الرياضة البحرينية بكل أشكالها، لا سيما كرة السلة التي تحظى بدعم واهتمام خاص من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة، والذي عزز من دوره في مكتسبات هذه الرياضة على الصعيد المحلي والدولي. سجلت المرأة البحرينية إنجازات كبيرة في المجال الرياضي سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات الرياضية، وفاطمة المتوج من البحرينيات التي لمعت أسماءهن في المحافل الرياضية لتكون اليوم أول حكم امرأة في تاريخ مملكة البحرين تحصل على الشارة الدولية في كرة السلة. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.